مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم. كالعاده في حصنا ريحه زمان كل يوم انفيتي جديد. الانفيتي تاع اليوم جبنا الباب الزوار اللي هو بلا كاتانيو. اليوم تا هو الانفيتي ديالي الباب الزوار. جيتك ضيف اليوم. مرحبا بك حبيبي، كل وقت دار، كل وقت خويا، دار دارك. الله يسلمك خويا بلا. بلا كاتانيو عجبت لينا يا جنينه هذه الحديقه اليوم فيها لي زونفون. ايه والله غير داروها جديده خويا ابراهيم، هادي ما عندهاش بزاف ملي تحلت. شو صافي بليزر، تلقى شغل الدراري صغار يلعبوا هكذا يا واحد. والحاجه المليحه هنا سيكيريتي، تسمى ما كاش اللي يدنا لك. مام شغل لي فامي يجوا يقضيوا هنا في سونت كوميسار كيما تشوفهم في سونت كوميسار. انا خلويه لازم هنا انا قاعدين على لا هنا قاعده خلويه يا اخو، قاعده خلويه. انت قلت لك مام تحب تجيب مع الدار ولا مع المراه ولا شغل، ما كاش اللي يدنا لك هنايا شغل انتيك. بلا قلت روح لينا البلاطون تيلي قليلة، قلينا تاع الزنقة ونريع هكذا في الجنينة خلوية. تاخرش حنا حبوا الخرش. بلا كاطاليان معروف بالأغاني تاع المولودية. بيان سور المولودية فارق القلب، وشغل بها رانا نتنفسوا مولودية. شغل حاجة اللي تفرح في الجزائر هي مولودية الجزائر. ان شاء الله نعيشوا مولوديه ونموتوا مولوديه ان شاء الله. ان شاء الله. بلال انا نعرفك صاحبي وخويا وحبيبي، وقتاش بلال بدا المسيره ديالو الفنيه؟ 2009 اول البوم على الفريق الوطني، هذاك تاع باي باي الشحاته. بعد كملنا غنينا وحدنا ولينا تريو تورينو باليرمو كاطانيا، اللي الناس سمعت اغنيه تاع ماما ميا نورمالمون. بعد بدينا فيها ماما ميا، البوم تاع فيراج الهبله، البوم تاع مودة إمبراطورية. عن 2014-2015 وين أنا حبست، صراو لي ظروف خاصة وين حبست، عاود وليت 2020 سبع سنين غياب، جينا حلي الباب. صافي شنو بلال، كان الناس ما على بلاش بلال كاطانية بلي حبس الغناء. علاش مشاهدينا الكرام؟ بلال كي ولا بقوة الله يبارك، دار بالك ملي بدا، دار بالك في عام واحد دار بالك واحد 10 أغاني ولا شغل، الناس نسيت بلي حبست. بيان سور دوك هاد الوقت دوك شي يقولوا الناس يتغيب شهر ينساوك، فما بالك انسان يغيب سبع سنين. لا ما فهمتنيش بلال، الناس ما دارتش بالها بلي غبت، باسكو كي بديت بقوه غنى سوسيال مولوديه. صح، باسكو علاش كاين ناس بون، كانت الناس اللي تعرفني بون جينيراسيون تاع دوكا بالك ما يعرفونيش، مي كاين بيبليك قعد وافي ليا وكان يسمع. الان مازالهم يسمعوا الغنى تاع زمان، ومازال شغل الغنى هذاك اللي ما راحش يموت، خاش طاح في واحد البيريودا وين كانت لمة تاع مودية. باغ اكزومبل اغنية تاع مودية اسلامية الشعبية الان مازالت تغنى في السطاد صافي بليزير. شغل هاد الامور اللي الناس بالك ما ساتنيش فيها. وانا خدمت مع بلا دي كليب فيديو. بيان سور خدمنا تاع اسمه مشاتني الدنيا في طريق الامور، وخدمنا وحدة مولودية تاع ابوني الشينوي. مازال ان شاء الله ابراهيم. كان وحدة اللي عجبتنا بزاف هذيك تاع صايطة الحمام. اسكو تقدر تمد لنا مقطع المشاهدين؟ هذيك عفسه، هذيك الاغنيه هذيك تاع صايطه الحمام كبرنا في العاصمه، اللي شغل حطيت شغل مقطع هكذا في تيك توك، قال لك عنصريه تسمى. دوك باش نوصل ميساج للولايات الاخرين، هذه العفسه ماشي عنصر، انسان يفتخر بالمكان شغل اللي زاد فيه. دوك انت واحد يجي زعما من الصطيف ولا يغني زعما انا سطايفي، ولا ماش نقول لك بلي سطايفي عنصري ولا زعما وهراني عنصري. يعني انا البلدية اللي سكون فيها نورمال، هذه حاجة عادية، ماشي زعما انا استهدفت قلت بلي احنا العاصمة والاخرين ما كاش ولا نو. ما شغل كاع رانا عباد وكاع ولاد 9 شهور. اسمع انسان خاطئ هاد العفسة تاع عنصري. غنيت على المنطقة اللي ساكن فيها. يا سور غنيت على المنطقة، شغل عاصمة كبرنا في العاصمة. يعطينا مقطع المشاهدين الكرام. صايطة الحمام تبدلت كاع الشيء، ما هدرتنا ميزان كبرنا. لا غني انا بلا. صايطة الحمام تبدلت كاع الشيء، ما هدرتنا ميزان وكبرنا في العاصمة. هذا مقطع لا نعودوها عزيز. بلال ولا عزيز؟ بلال مام الاغنية تاع مولودية تاع راكي منسوبة ليا دارت حالة الله يبارك. بيان سور الاغنيه هذيك شغل ما نكذبش عليك، شغل سيرار وين طيح في اغنيه هكذاك، سواء اللحن ولا الكلمات، وستلعبتها ثاني بالمونضول. وهي جايه ثاني وحده، راح نروح بهذاك الستيل ان شاء الله. راني بون اليوم يبعث لي الفينال ديالها ان شاء الله، سعيد تي جي في، نهدوا له تحيه من هنايا ان شاء الله تزيد تعجب الناس. ماذا بينا شغل كشي يقولوا حاجه تنسي حاجه، هذا بينا شغل اغنيه تنسي في اغنيه الاخرى ان شاء الله يا ربي. حبي يقول عندك جديد ان شاء الله بلال؟ بيان سور كاين جديد، كاين سوا مودية الجزائر ولا اغاني اجتماعيه. كاين باغ اكزومبل كاين وحدي اغاني اجتماعيه، عندي وحده مع فوبيا
عندي واحدة مع مورد نايمار إن شاء الله. جولو تحية المورد نايمار وناس باب جديد صاحبي أخويا. نوجه تحية للأخو نايمار صاحبنا. بين زوج لا كاين مصطفى وكاين عبد الرزاق كاين عبد الرحمن وكاع خاوتنا. الله يبارك. كاع خاوتنا إن شاء الله. إن شاء الله يكون الجديد إبراهيم خويا. إن شاء الله يا ربي. أبا الغناء واش يدير بلا كاطانية في حياته؟ واش يخدم؟ كوميرس واقيلا تبزنيز. تبزنيز حنا ياك تعرف حنا ماشي اللي نوضوا 8 ونكملوا 4. الله غالب يا هكذا انسان يبزنس حوايج صوالح من هنايا باش ما يقعدش هكا تعرف ديجا موسيقى ماشي اللي راح تدوم لك باين راه يلحق وقت وين انسان يحبس قاعد الامور بنادم يسي ثاني يشوف خدمه واحده اخرى في حياته ان شاء الله يا ربي. وصلنا الوقت يا اخويا بلال واش راني نشوف حبي يقول بكري كان يقول لك الفن يوكلك بصح ما يرفعكش بصح دوك واش راني نشوف الفن ما يوكلك ما يرفعك لا دوك الفني رفهك إذا كان عفن الفني إذا كان عفن يرفهك دوكا كراك تشوف بسمى بلا ما ندخل في واحد التفاصيل كان الناس يتغني هاد الأغاني ما جينا كما يقولوا وراي تدير في كشي يقولوا في ملايين تاع المشاهدات ويخدموا يجيبوهم بسمى هادك شغل عفن 100% ما تقدرش معاه مع عائلتك ما تسمعش الأغاني سي فري كان واش راني نشوف دوكا كان واحد يخلط يقول لك ما بلاش غنى وخلاص ويجيب لي في غنى كما نقولوا ماشي ما با محترم هذه حاجه شغل ما بلاش اللي تكره لك الموسيقى بيان سور دوك انت تشوف يا خويا ابراهيم تشوف واحد الاغاني الله غير نحشم وحدين نسمعهم يا خويا العزيز تشوف اغاني شغل ما جينا يا ما تقدرش تسمعها بالك شغل تجوز بالك هكذا واحد يجوز طونوبيل انت تكون مع الدار تسمع برك هذوك الكلمات والله غير تحشم يا اخو وتلقى الناس يغنوا وجههم صحيح شغل الانسان ما يوصلش روحه لهذيك الدرجه وين ينطق من لسانه هذاك الكلام قبل ما تكون فنان راك بنادم انت يا نورمالمون انت كشي يقول الحريه ديالك بلال اسمح لي قاطعتك بلال ما تغدنيش كي يغني تغدني على هاد الناس اللي يتبعوا فيه اسور دوك الناس ماشي كاع عندها عقل واحد ولا دوك كاين المليح وكاين اللي يخمم كاين اللي ما يخممش كاين بنادم وين طاطيلو سيدي بلعو كاين ناس ايسونسيال يسمع بصح كاين بيبليك اللي يدوق الموسيقى مام زعما تلقى اغنيه ما جابتش كش يقولوا ما جابتش مشاهدات بزاف تلقى الاغنيه هذيك 1 مليون دفي ولا بصح لي كومونتير ودوق الناس دوق الكلام هذاك دوق هذيك لا ميلودي مين داك طاح في اغنيه هكذاك والله غير زربع برك ومطلعين لهم المشاهدات انا هذيك اللي حيرتني يا اخو شغل كاش عندك نتايا تقدر تسمع هذيك الموسيقى وهذه تريح شغل في بنا كل واحد وتربيته انا شغل نربط الموسيقى ثاني بالتربيه يا اخو بيان سور واحد اللي شغل خارج طريق يسمع اغنيه ماشي مليحه هذه هي يا اخو الحمد لله بلال الكاظاني عنده اغاني فاميليال الناس تسمعوا سواء تاع ستاد سواء تاع سوسيال بيان سور خويا ابراهيم انا قلت لك قبل ما تكون فنان راك انسان دوك انت عندك دوك انت عندك داركم عندك يماك عندك بزاف امور شغل انسان يحشم ايماجيني انت تكون ما باليش في داركم يدير اغنيه ديالك ويماك تسمع هذاك الكلام الماجن هذاك شغل عيب شغل يروح الريسبي الانسان ما دابش شغل يمد حاجه نقيه الصوره ديالو خاطر الفنان واش حاب يقول الفنان شغل يبريزونتي روحه بالاغاني الفنان لازم يكون فنان في كلش ماشي فنان ماشي فنان روح شد الميكرو وغني فنان تكون في حياتك في حياتك كامل تنوض الصباح حتى انت فنان خو وفنان ماشي غير تغني خو كاين بزاف فنانين ما الفن ماشي مربوط غير بالغناء خو كاطانيا انا في راسي ندير قهوه يا خويا تشرب قهوه ونزيدو نتعشى ماشي ايه بصح قبل القهوه صاحبي جبت لك كادو يا دربي لا جامي جاب لك كادو شوف واش جاب لك انا اخو هاك حبيبي نوروه باش نوريه مولودي قلت لك بوب تاع مولودي يا صاحبي هاك مونطي بابا مونطي هذوك بينا اينا مولودي وكيفاش انا في التليكوم تاع بالبوم جيسبر جاني بيان. وجهك شباب صاحبي. انت لي شباب يا. خويا العزيز. وين نروحوا دوكا خويا بلال؟ نروحوا للقهوة نسقاو. القهوة. ان شاء الله ربي يرزقنا كل يوم ما شاء الله تحب دراري بلال شكون ما يحبش دراري يا كل يوم ان شاء الله كل يوم واسمك تاعي واسمك واسمك صغير ما يهدرش هذا الله يبارك بلال كان دراري لي فامي هنايا لا صافي بليزير الله على انتيك هنا يا اخو كيما تشوف
باش عيطوا لهذا الجاردان؟ زعما اسمعوا واش واقيلا. راني نشوف لي زونفو شاطر. واسمك انت يا ميرال؟ ميرال وين تسكني؟ في البيبي. في البيبي قالت. وانت يا واسمك؟ ميلينا. وين تسكني؟ سي بورتو كاليتوس. كاليتوس الله يبارك ناس كاليتوس. هذه هي انا عيات من يجو. هاي لك يا ماما. هذه طيح طيح لي والله. ليك شحال حلوه. هاي هاي روح نلعب. خوتي العزاز بينا جابني القهوة تاع الحومة. خويا ابراهيم مرحبا بك هاك في الحومة كيما نضاري مع خويا كريم خويا يوسف عينوش. هادي هو المرسم ديالنا حنا. هادو كاع ولات حومتك كبيرة. ولات حومتي من القصبة ولا هنايا. وكاع مولود يا. باينة يا خويا شكتوم. عزيز الغالي. السلام عليكم خويا. حنا كاع نايضين كيف كيف على كل حال. نايضين دم الصغر مع بلال طالعين كاع كيف كيف. راك تعرف تسمى كيما يكون والو قدام ما عندنا والو ونجريحوا لهنا نقصروا على مولودي هاك تعرف. يقول فيها مولوديا لازم تحكي على مولوديا ما كاش علم نحكوا فيها مشاكل شويه الدنيا ومولوديا فيها يا يوميا نحكوا على كان دوك انا اليوم جيت ندير انترفيو مع بيلا كاطانيا. واش رايك في بيلا كاطانيا؟ وليد فاميليا يا وربي ينجحوا ان شاء الله ويتحوم لنا العزيز ماذا بينا يا خو حنا وليد فاميليا. تسمع غنى بيلا حاجه باينه انا كي نكون ما كاش يريح معايا ما نسمعش غنى يا حاجه باينه ويتحوم تي اسم صافي بليزير وان شاء الله ينجح ويروح للعالميه وخير او لاري غني انتيك يا خو عنده غنى شباب نقي محبوب بينا عنده بيبليك محبوب يا خو عنده غنى نقي تما انتيك يا خو ما نكذبش عليك انا في الدار قدامين داك وحده تاع هذيك بلال واني مريح وقدام نورما في بيتيك نزيد له يا خو افون واش من الاغنيه اللي تعجبك في تابيله كاع يعجبوني يا خو غنينا وحده عطينا وحده هذيك مشاتني دنيا في طريق الامور عياتني ما بقى لي لي هو يا والله أخونا العزيز خويا مرحبا بكم الله يحفظك العزيز الغالي بلال وليد حومتنا خويا انسان وليد فاميليا رياضي يحب مولوديا نتمنوا له النجاح يا اخو ان شاء الله حنا بلال هذا خونا تربى معانا تسمى تربينا كاع كيف كيف خويا نتمنوا له النجاح ان شاء الله واش نقدروا نقولوا لكم ان شاء الله ربي يحفظك اخر كلمه عطينا كلمه في حق بلال كمان يا خويا مرحبا بكم اكو عندنا هنا عندنا خونا بلال وكيف يقولوا غادي نعترف ماشي غير حنا نعرفوا بلال ماشي طباب الزوار بلال تاع جي كومبلي ما كاش اللي ما يحبش بلال وكاش نقولوا ربي ينجحوا ان شاء الله يا ان شاء الله ربي ينجحوا ان شاء الله يروح ما كيما سمع غنى نتايو سمع غنى بلال سمع غنى ونسمعوا كي يكون يغني ونسمعوا في اللايف احنا ماشي غير في الاخر هذه الحاله في اللايف بينا هذه الحاله وان شاء الله يروح ماشي غير في اللايف يا اخو ان شاء الله ان شاء الله شامبيون الدوبلي هذا العام ان شاء الله يا ربي بلال سمع هذه حومتك هنايا انا في الحومه كتاع سمع انا ما تخدمش قاعد هنايا انا هنايا نار هنايا وين ترى سمع الكارتي هذا اسمه باب زوار انا اسمي عليف صح هنايا اون فاصلا سمعني اون فاصلا اون فاصلا بون نحكوا الحكايه تاع الحيوط هذو هما اللي ولات شغل الناس دوك ولات الضرب على جا الحيط تقول حنا دوك ماذا بينا ويد حومه نريح ويد حومه ماشي دوك على جا الحيط تقدر بالك والله يقدر يطيح كريم علاش كاين دي بروبليم على الحيوط هذو هما سير ولا دي بروبليم دوك حنا دوك بين مولوديه وليا سما جامي ضربنا ولا شغل حومه وحده باينه حومه من خاوه حومه وحده منا شغل تصراوين الضرب نتاع على جا الحيط ولا فهمت كيف شغل تقعد في 90 دقيقه ويقعد بالون صرات عندكم انا في باب الزوار يا سود صرات بارتو ماشي غير باب الزوار نهضر عامه شغل ماشي غير باب الزوار تسمى نوجه الرساله لكاع الناس كاع الاحياء شغل يا اخو ما تخسرش ويد حومتك على جا الحيط من الاخر ويد حومتك عزيز على الحيط والبنادم عزيز على الحيط يا صح يا اخو تفاهم وهذا يرسم يدير طاق زعما نقولوا تاع ليو اسمه وهذا يدير طاق تاع مولوديه نورمال تكون مفاهمه يا اخو هذا ماشي عيب تريح في 90 دقيقه وتريح في البالون يا خويا خلص البالون صاحبك كيما هذا دوك شيشو هذا سيبورتي لي اسما دوك على جا الحيط نخسروا يا اسما هذا خونا اي خونا لي صافا شيشو صافا خويا لاباس مليح واش تقول البروبليم هذا اللي وصل تاع الحيط دي بروبليم ماشي بروبليم كيما نقولوا هذا ماشي بروبليم تقول رانا ولات حومه رانا ولات حومه وتقول خاوه تقول ماشي اللي حيصير هذا البروبليم وانا تقول مولوديه تقول صاحبي خويا يريح معايا كل يوم مولوديه مصحابي هاد زوج مولوديه
راك فاهم تقول ما كانش حيكون بروبلام ما كانش وما حيكون هذا تما حيط تفاجئ راك فاهم وباذن الله ما حيكون والو يا اخوان علامه تاع مولودي ولا تحومتي معلقوا فيهم انا اللي يصبر البارح كنت في فيستا تاع اللي يصبر ونديسيني معاهم نعاون فيهم نعلقوا العلامات تاع ماكتيفي وتما ما حيكون والو وفي لافينال انا معاهم بقوه وجامي كانت كاينه حاجه بيناتنا خوف من هذاك العام وراح تكون تقول على العام هذه برك هاد الفتنه عليه بواش كدايا ان شاء الله ما يكون والو يا قلنا كلمة في حق بلا كاطانيا بلا كاطانيا انسان فري طيب وليت حومتنا وعاقل وليت فاميليا وكاع نحبوه ونتمنوا له النجاح وان شاء الله نشوفوه الفوق يا خاطر يغني مليح وكما يقولوا ما دابين نشوفه ماشي غير الفوق خاطر انسان طيب وربي يعطيه على حسب قلبه ان شاء الله يا ان شاء الله خونا العزيز مولود يا تا ولا الاتحاد مولود يا باينه يا مولود يا انا خويا واش قلنا البيلا كاطانيا بيلا كاطانيا يدحومتنا وخونا الكبير ونحبوه بزاف وغنا حنا هذا اللي يازما ويسمع غنا يا خو بيلا كاطانيا نسمعوه كاع اللي يازما مولود يا كاع نسمعوه يا خو ربي يوفقو انسان فري ويتفاهم ليا يا حطي كلمه الاخر السلام عليكم ليك بيلا كاطانيا من لي زونسيان يا خو شحال مختار نسمعوه غنا وندوزو على حومتو سكارا باش نوريو الغنا تاعو اللي راهو في العالم وان شاء الله كيما نقولوا ربي يوفقو يا خو في الدومين هذايا وغناه الله يبارك ما فيش زعما كيما نقولوا ما فيش زعما كيما نقولوا اور عفسه اون فامي تقدر اون فامي تقدر تسمع اغنيه تاعو يا اخي الله يبارك يا اخو ربي يوفقك ان شاء الله ان شاء الله حاجه اللي عجبتني فيك اخ بلال ماشي كثر صاحبي حبي قلنا غناك ينجموا اون فامي يسمع بيان سور دوك انت يا مادا بك شغل كي تكتب كلمات ما يقدروا كامل يفهم يسمعوا غنى ديالك دوك انت قلت لك قبل ما تكتب انت بنادم شغل بنادم يعرف واش يخرج من فمه راح يسمعوك عباد كبار عباد صغار انت عندك داركم ديجا اسمع مادا بك كي تخرج حاجه تخرجها نقيه وكي تخرجها يكون فيها ميساج خاطر لازم تلحق الرساله سينو غنى تافه هذاك والله ما نقدر نديرو بلا قلنا المشاهدين الكرام شحال تقدر تقعد وقت باش تكتب اغنيه شوف هي والله غير صديق مو هي لا هي صديق وانا حسب الانسبيراسيون تاع البنادم تقدر مين داك غونيا تفضل باش نجاوب بجيبي هنا يا خويا بصحتك هي والله غير شوف خويا ابراهيم تقدر في النهار تكمل غونيا تقدر غونيا دار معاها 15 يوم شهر صديق وانا حسب الانسبيراسيون تاع الانسان مين داك تجي في نص ساعه ضربها طريق ومين داك تريح هذا هو الغناء هذا هو شغل اللي قاد الالهام يجي وحده باغ اكزومبل شنو هي الغنيه اللي طولت فيها بزاف اللي قعدت بزاف باش كتبتها باسكو نقولوا لي بلا لازم يحس بالاغنيه باش يكتبها نكذب عليك انا الاغاني ديالي تقريبا كان طول فيهم خاطر على بالي بلي لو كان كتبها اليوم غدوه ما تعجبنيش تسمى ماذا بيا اليوم نكتب وغدوه نعاود نسمع واش قلت ولا نسمع ثاني كاين حاجه امبورطون في الكتابه تسمع الناس لا طول لك رايهم شغل قال لك هذاك انا شباب تقدر تكمل في هذيك الغنيه سينو لا قالوا لك هذه ما تصونيش بالعاميه تعاود تليكتيفي قالوا لي هذيك تاع المساغه راهي راحه كل يوم حاكمني الشوق هذيك دارت حاله الا تقدر تغني لي مع ولاد حومتك هذيك والله غير تكذب هذيك شحال عطينا مقطع للمشاهدين دوك نعطيك مقطع هذيك في نص ساعه شفت معاها هذيك سينو شاب 30 دقيقه والله غير في نص ساعه شفت معاها في الاستوديو عطينا شو مقطع بلال غنوا لك يا المساغه راهي صابره كل يوم حاكمني الشوق كيشوف الخضرة وحدين برا غير معاها نروح معاها توجور حضرة علمها يرفرف في الفوق في القضية نصرة يسرى اللي يسرى قلبي عليك محروق راكي منسوبة ليا وانا راني ليك خضرة وحمرة مولودية نقعد دم سامي برافو بيلا يعطيك الصحة صافي بليزير عندكم بيلا كاطانيا في باب الزور لا لا والله غير صافي بحنا بلا لغنا صافي بليزير بلي هذا ودحومتي بلا ما يغني يا خو تما ملي كنا صغار وهذا صاحبي يلعب معايا قرا معايا كلينا كيف كيف داخل دارنا داخل دارهم تما صاحبي وجينيراسيون تاعي باب جديد البالون تناتش كنا نلعبوا بالون معك باب جديد هذا معنا باب جديد حومه وحده قلت لك حنا جابونا طون مع فليك واطور انا جيب بلا كاطانيا احكي لي علاش كو مازالت البنا تاع زمان في باب زوا بيان سور مازالت البنا يا اخو اصبر يا اخي اصبر باب الزوار ما كانش زمان انا وهنا باب الزوار كارتي جديد هذا تسمى باش تحس بالزمان لازم يكون واحد فاميليا فاهم باب الزوار شغل جديد ما 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 العباد اللي ردوا لك البنا فاهم كارتي جديد باب الزوار ماشي زعما حاجه ماشي كيما باب الواد ولا القصبه ولا فاهم لابوانت
فاهم البيار بزوار كارتي جديد شحال عندها من 2000 لهنا ولا فاهم 99 80ات ايه بصح العباد هما اللي لازم عباد كبار هذوك هما اللي يديروا لك بنت زمان وهذوك راك تعرف بداو يروحوا ينقصوا واحد بواحد بقات جيني راسو هذه يا ربي يهديهم يا اخي ما شاء الله مازالت البنا مازال مازال كي كانت فاميليا مازال كانت فاميليا باك نهار يخلص ولاد الفاميليا في الدنيا هذه تقوم الساعه الحمد لله يا اخو حنا ما نردوش الناس ماشي ملاح حنا ملاح على بالنا بلي كاين ناس ملاح وان شاء الله حنا نكونوا ناس ملاح ثاني خاطر الانسان ما يقدرش يزكي روحه في الدنيا الناس هي اللي تقول عليك الا انت ناس ملاح كانت فاميليا هنا اخويا العزيز وين تروح كانت فاميليا الحمد لله انا كارتي شباب حبي نقول بيان سور بيان سور كارتي مقي الحمد لله شغل كل حاجه قدامك هنا يا ما تعياش ما بتحب زعما تفريش غالاتك هنا كاين كلش خو شنو عندكم السركاله بينا سركاله بارتو يا اخو هاي وين تروح هي سركاله زايد بسبب زوار بزياده بينا يلا غالب دوك هذه هي واسكو كبرت باب الزوار واش نشوف شو كبرت بزاف امارات بزاف الجامعه كاين شركات بزاف سي بور سا تسمى تكون الحركه تكون سيركيلاسيون وشنو باب الزوار فيها كوميرس بينا لايبا كوميرس ان شاء الله بينا انا وين نافيك بزنس انا بحور. انا بزنس هنا ياك تعرف سمح في قولي وشو يبيع بينا نموتونا في الحقيقة ما تقدرش يا أخو الله غالب ضربونا بالعين بلال نحن نزيد ندور شوية باب زوار نزيد ندور نزيد نوريك الحومة ليكيب ندور شوية في الأرويقة نوريك الريوق نتسراج شوية تسراج أنا جاي يا خوتي ود لعمامنا يا أخو إن شاء الله فيها خير يا أخو نستاهلوا نستاهلوا كل شهد لعم فيها أعطينا الفال تاع الخير وش من الفال غني لك صاحبي Championi, oh ya rjala, oh la mana, championi, oh ya rjala, oh la mana, championi. خوتي العزاز الحاجه اللي عجبتني في باب الزوار من البالا البارا مدخله الخرجه كاع مولود يا باب الزوار بصح كان لي اسمع خونا شيشو الاتحاد باك لا الاتحاد معنا بقوه انا معكم يا بصح كان بزاف مولود يا باب الزوار باينه الاغلبيه وين تروح الاغلبيه الساحقه باينه شابيه كاع باب الزوار ودي وين تروح بارتو على بالي انا كل يوم راني في حومه اليوم جيت باب الزوار غنشتا كاع مولود يا مولود يا مولودي وين تروح مولودي كل حاجه وين تروح غاشي ماشي غير باب الزوار الاغلبيه 100% كاع مولودي هنايا على عزيز الغالي مولود ديال البلاد يا مولود ديال البلاد يا ربي يحفظكم خوتي العزاز خربوط العزيز ابراهيم خويا الغالي بيا الحمد لله صباح حبيبي بيا ليكيب خربوط صاحب بيلا تاع بكري وي بيلا خويا الكبير راك تعرف حبيبي كي تقول مولود يا قول بيلا كي تشوفني واش تفكر تفكر دي بلاصمو طاهر اللي جوزتو كاع حياتي كاع ملي وانا نروح نشوف مولودي ما كاش دي بلاصمون اللي تحكت فيه كيما هو تا وهران ربي يحفظك لازم الله فينا نص وهران لا الحمد لله صافا بينالو صافا خويا ابراهيم الله غير نعمه يا هاك شو انا ليكي بايت المولي اليوم تتراسى ما بينا مش يعني كاع باب الزوار يا هو ان شاء الله نكونوا جوزنا جورنيه شابه خويا ابراهيم راك تعرف يا هو كش يقولوا ماشي الاخرى هذه ان شاء الله نزيدوا وهذا قال لي ما تنحاش قال لي تنحي نروح لدارنا هاني قاعد بيه لا برا نخليك شي يقولوا الهديه ما تخليش غير القد بيه بينا القد وسدو 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 ابراهيم صافا عندك الكام في حومتك بيلا لا لا الحومه انتيك بيان يا اخو صافي بليزير ما نقيه انتيك بروبل حاجه مقيه لهنايا صافا قالوا لي بيلا يقعد هنا في الحشيش يقعد يكتب والله غير حنا انا بغيت نروح بلال بغيت نكذب عليك انا والله غير صديق من داك الاستوديو من داك في الدار كل خطره كيفاه كل خطره وين بنادم جالس انا واش نعرف بلال بالك مشاهدينا الكرام كل واحد تخمم هكذا دار في راسي بلي اللي يكتب الغناء توجور في البحر باش يكتب حاجه من حقك في البحر هي صح سي فري هي البلاصه شغل كي تكون بلاصه شاب زون نقول لك غابه ولا بحر ولا تعطيك انسبيراسيون ما مخك يتحل باينه شغل على حساب القاعده على حساب العيبه ثاني كي تكون مع عباد انت يقدروا هما يعاونوك في الكتابه تكتب زعما هو كابوب يقول لك كلمات ديرها في الغناء ديالك فهمت كيف صاديبو على الغوستو ديالك ثاني فهمت كيف كي تكون غوستو بيان تكتب كي تكون عيان ما تقدرش خو كش يقولوا تساتيره شويه انا كش يقولوا حنا ولاد البحر ونلقاو الخلوي ديالنا غير في البحر باينه شغل انت كي تقابل البحر البحر يحكي لك حكايات انت تحكي له حكايات خو